آمين يا اللهم تقبل منا ما تلوناه من القرآن العظيم. اللهم اغفر مثل ثوابه الى غبرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم والى غبرات جميع الانبياء والمرسلين اللهم وإلى حضرة السيدة منوات جيد رضي الله عنها وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين. اللهم زدهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم. اللهم بحقوقهم وبأسرارهم اشفع عافانا وسهل أمورنا. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا وذنوب من لهم تعلق بنا من المؤمنين والمؤمنات. نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف.